وبيه وسيادة الوزير السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. احنا هنا طبعا موجودين في الصوب الزراعية، الصوب الخاصة بالخضار تحديدا والتقاوي، وده يمكن من أهم المشروعات القومية، إنتاج البذور والسلالات الجديدة أو الأصناف الجديدة. سيادة الوزير، ممكن سيادتك تشرح لنا المكان اللي احنا موجودين فيه؟ هو أهلا، بنرحب بحضرتك تاني في هذا المكان تاني. احنا هذا المشروع ضمن المشروعات اللي بيتبناها فخامة السيد الرئيس في اطار برضو مسألة الامن الغذائي، يعني ده برضو ممتد للموضوع اللي احنا تحدثنا فيه سابقا. هو ده عبارة عن برنامج القومي لانتاج بذور الخضر. احنا كوزارة الزراعة او كدولة مصرية عندنا شبه اكتفاء ذاتي في تقاوي المحاصيل الاستراتيجية اللي هو القمح والذرة والرز والقطن والفول، كل المحاصيل دي بنقدر ننتج البذور بتاعتها وبنعمل لها يعني تقاوي المربي عندنا في مركز البحوث الزراعية وتقاوي الأساس، وبنقدر ننتج احتياجاتنا من التقاوي كاملة. لكن تقاوي بذور الخضر بنستورد يمكن أكثر من 95% منها، وده يعني لفترة طويلة من الزمن. يعني احنا قد نصل إلى ما يعادل يعني اكثر من 200 مليون يعني حوالي يمكن دولار. وبنستورد الرقم الكبير فيها كمان البطاطس. بطاطس، والبطاطس برضو احنا بنستورد عروه، العروه الصيفيه حوالي 130 الف طن، وبنعمل اقصار منها، وبالتالي بنستخدم تقاوي في العروتين التانيين حوالي 500 الف طن. فاحنا عرضنا على فخامه السيد الرئيس، وكان يعني كل الدعم لهذا البرنامج ان احنا نحاول ان احنا ننتج بذور ونعمل برنامج قومي لإنتاج بذور الخضر. فعملنا إيه؟ الأول عشان تنتج بذور الخضر الموضوع بياخد فترة، يعني مش الصبح تقدر تقول إن أنا هنتج. دورة إنتاج اختيار البذرة إنها تتحول إلى بذرة تجارية وتستخدم في السوق بتاخد لها حوالي 3 سنين. ليه؟ لأنها عشان تنتجها. ليه؟ لأن أنت بتبدأ الأول في مسألة تجميع المادة الوراثية. يعني بتجمع المادة الوراثية الأول وتشوف المادة الوراثية هي الكويسة وتقدر تجمعها. بعد ما بتجمع المادة الوراثية بتعمل عملية انتخاب وتهجين، تختار الأصناف اللي هي تبقى أنت عايز تختبرها. يعني أنت بتعمل أصناف كتير جدا على ممكن تنتخب صنف أو اتنين. بعد فترة الانتخاب والتهجين بتعمل تقييم للهجن اللي انت اخترته، تزرعها وتعمل لها تقييم تجارب مثلا زي ما انت بتشوف كده، ده الهجن حتى تشوف هو تقييم هجن. نعم. احنا عملنا تجميع المادة الوراثية وانتخبنا.